حسب أحدث التقارير التي صدرت بالشهر الماضي من CDC وجمعية الملكية البريطانية، تغيرت بعض الأمور في مقاربة اللقاح. أولا يعني الحقيقة الأولى هي اللقاح هي أفضل وسيلة لوقاية الحامل وحمايتها من مرض الكوفيد-19 ووقاية الوليد أيضا بنفس الوقت. الحقيقة الثانية عدم التوقف عن الرضاعة عند أخذ لقاح الكورونا. الحقيقة الثالثة لا داعي للامتناع عن الحمل بعد أخذ اللقاح أو لفترة ما كانت تسمى الفترة الآمنة بعد اللقاح، حاليا هذا لا داعي. إذن تغيرت بعض المفاهيم تجاه اللقاح. طبعا بعد دراسات عديدة، دراسة أمريكية شملت 160 ألف حامل على لقاحات RNA أثبتت أنها آمنة ولم تحدث أي اختلاطات أو تشوهات جنينية من اللقاح. 6 دراسات بريطانية والعديد من الدراسات الأمريكية أثبت أنه فعال، قادر على توليد أضداد كافية تحمي الأم وتنتقل هذه الأضداد عبر المشيمة إلى الجنين وتحمي الجنين في الأشهر الأولى للولادة.